ما هي سلبيات هذا النظام من الحكم، الحكم الإمبراطوري الذي يعني تفضلت بالحديث عنه بشكل طيب، وكذلك إيجابياته؟ نعم، السلبيات أولا بأن هذا الحكم في العام الأغلب يقوم على الاستغلال، طيب، الاستغلال من قبل الحاكم لمن تحته. الآن مثلا نحن ذكرنا بأن الولايات المتحدة يصدق عليها في أيامنا هذه أنها إمبراطورية، مثل ما كان الاتحاد السوفيتي من قبل إمبراطورية. الآن الحاكم في أمريكا ربما لا يستطيع استغلال الناس، لكنه يستغل، أو الحكومة الأمريكية تستغل شعوبا أخرى تنتهب ثرواتها. مثلا الآن فرنسا إمبراطورية، فرنسا كانت تحكم بلادا شاسعة في إفريقيا وفي آسيا في غيرها من بلاد الله أيام الاستعمار. طيب، فرنسا إلى يوم الناس هذا ما زالت تنتهب البلاد الإفريقية، وقد ذكروا بأن الرئيس الفرنسي لما ذهب إلى بلد من البلاد الإفريقية غينيا كوناكري وخاطب يعني الناس، قال لهم يعني في جامعة من الجامعات، قال لهم بأنه إذا كانت يعني المرأة في إفريقيا تلد ما بين 7 إلى 10 من المواليد، فدونكم والحضارة يعني بون شاسع بأنكم لن تصلوا إلى الحضارة. فقام أحد الأساتذة فقال للرئيس الفرنسي: نحن لسنا بحاجة إلى من يعطينا درسا في الحضارة، فإن حضارتكم، وهذا الرجل رجل مسلم، حضارتكم هي التي تسمح للرجل بأن ينام مع رجل مثله، وللمرأة أن تتزوج امرأة مثلها، وحضارتكم هي التي تسمح لكم بأن تنتهبوا ثروات البلاد عن طريق هؤلاء الحكام المستبدين الذين تقيمونهم، فيسيرون اقتصاديات الدول وفق مصلحة فرنسا. فرنسا بدون إفريقيا ليست بشيء، بمعنى أنه يقول بأن الثروات الموجودة في باطن الأرض وعلى ظاهر الأرض ما زالت إلى يوم الناس هذا منتهبة من قبل فرنسا، إما مباشرة أو عن طريق هؤلاء الحكام الدماء الذين يقيمون اقتصاديات هذه الدول لا لمصلحتها وإنما لمصلحة الإمبراطورية التي هي فرنسا. وقل مثل ذلك في أمريكا الآن، يعني التي تستورد البترول الخام ب يعني مال يسير قليل، ثم بعد ذلك تعيده يعني إليهم بعدما أخذته مادة خاما، فتعيد إليهم في شكل منسوجات أو في شكل مفروشات أو في شكل أسلحة أو في شكل كذا بأضعاف مضاعفة، ثم هذه الأضعاف المضاعفة لا تسلم لهم وإنما توضع في البنوك الأمريكية، وأمريكا هي التي تتصرف فيها. فلذلك نقول يعني من 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 مظاهر الحكم الإمبراطوري أنه قائم على الاستغلال، إما بشكل مباشر أو بغير أو بشكل غير مباشر، قائم على الاستبداد في الغالب. هذا من سلبياته أيضا، ليس هناك شورى وإنما هناك قرارات تفرض. والآن في أمريكا أو في أوروبا ما يستطيعون أن يفرضوا على شعوبهم، لكن يفرضون علينا نحن. ولذلك حتى في أيامنا هذه في الأزمة التي نعيشها في السودان، تجد بأن المبعوث الأمريكي يأتي و يعني يعطي الإملاءات والتوجيهات، والسفارة الأمريكية بين الحين والحين تصدر البيانات التي توجه بها دفة الأمور، وهذا يصدق يعني على بلاد ما تفضلتم به، نعم، على بلاد المسلمين. فالسفير الأمريكي في الغالب في حقيقة الأمر هو الحاكم بأمره، وهو الذي يستطيع أن يحل ويعقد. فالاستبداد أيضا في من من سمات الحكم الإمبراطوري. أيضا من سمات الحكم الإمبراطوري بأنه قائم على القوة العسكرية الغاشمة. يعني الآن هذه الإمبراطوريات مثلا، يعني الآن الذي يملك حق الفيتو في مجلس الأمن هذه الدول الخمسة إنما تملك هذا الحق، وهو حق ظالم بغير شك. يعني لو أن الدنيا كلها اتفقت على قرار
المندوب الأمريكي أو الروسي أو البريطاني أو الفرنسي أو الصيني، لو أنه رفع يعني يده اليسرى هكذا، وقد رأينا هذا في بعض القرارات مثلا التي مجرد شجب أو إدانة للصهاينة، تجد كل الناس رفعوا أيديهم بالموافقة، ثم بعد ذلك يسأل هل من معترض، فالمندوب الأمريكي يعني بكل استهتار هكذا يرفع يسراه، ما يكلف نفسه باليمنى، إنه يسراه خلاص يصير القرار كلا شيء حبرا على ورق. ما الذي أعطاهم هذا الحق؟ أنهم يمتلكون السلاح النووي، يمتلكون السلاح النووي، السلاح النووي. بينما هو محرم على غيره. نعم، بينما لو أنهم يعني سمعوا، مجرد سماع أو شموا، ولربما ادعوا بالباطل كما فعلوا في العراق، يعني العراق جعلوا عاليها سافلها، دمروها على رؤوس أهلها بدعوى أن هناك أسلحة للدمار الشامل يعني موجودة في العراق، وكانت هذه كذبة كبرى، وقد استبان لهم يقينا فيما بعد، واعترفوا بأنه لا وجود لهذه الأسلحة بعدما يعني نقبوا في البلاد. فالمقصود بأن الحكم الإمبراطوري يقوم على يعني الاستبداد والقوة العسكرية الغاشمة. أما الإيجابيات فأولها الاستقرار. أيوة. دائما حكم الإمبراطوري يصحبه يعني استقرار. ثانيا تكون هناك مؤسسات قوية، وليست بالضرورة أن تكون هذه المؤسسات كلها مؤسسات اقتصادية يعني، أو نعم يعني ليست مؤسسات ذات فائدة تعود على الناس، لكن أقصد بأن مؤسسات موجودة. لذلك مثلا الآن الحكم الأتاتوركي الذي كان في تركيا، وأتاتورك يعدونه المؤسس للجمهورية، مؤسس الجمهورية. والآن لو زرت تركيا، وقد زرتها أنت، تجد بأن صور هذا الرجل تصحبك من المطار إلى أي مكان، تجد صورته موجودة. هذا الرجل أقام دولة مؤسسات، دولة مؤسسات، وقد استفاد منها الآخرون من جاءوا بعده. فهذه أيضا من مميزات الحكم الإمبراطوري، بأن هناك يعني مؤسسات راسخة تكون في 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 هذه الدولة. أيضا من المميزات التي يتميز بها الحكم الإمبراطوري، بأنه في حال يعني هلاك هذا الإمبراطور أو سميه الملك أو سميه البلد، غالبا ما تتعرض لهزات، اللهم إلا في حال الثورات الكبيرة كما في الثورة الفرنسية التي قبضوا فيها على الملكة أنطوانيت، ثم بعد ذلك لطخوها بالأقذار ثم وضعوها على المقصلة وقتلوها شر قتلة. وهذه الثورة الفرنسية أيضا مرت بموجات إلى أن استقر الأمر على الجمهورية يعني الرئاسية الموجودة الآن، وفرنسا يسمونها أم الحريات. أم الحريات، نعم.